النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم إلى نشرة الأحوال الجوية الخاصة التي تتحدث عن الموجة الحارة القوية والمرهقة والطويلة والمتوقع أن تؤثر على عموم مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام بما فيها أيضا مناطق المملكة. طبعا تأتي هذه الموجة الحارة وتأثيراتها في الوقت الذي نودع به شهر آب أغسطس، وسط كان درجات حارة اعتيادية حتى بل كانت في بعض الأيام درجات حارة دون المعدلات، ويدخل علينا شهر أيلول شهر 9 وهو في علم الأرصاد الجوية الشهر الأول لأشهر الخريف بموجة حارة قوية ولاهبة تؤثر على مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط. دعونا نبدأ هذه النشرة الجوية بمعرفة سبب هذا الأمر من ناحية علمية. السبب يعود بعد مشيئة الله تعالى إلى تدفق رياح ذات درجات حارة أقل من المعتاد ولطيفة ورطبة نحو أواسط البحر الأبيض المتوسط، ثم لاحقا تتوغل هذه الرياح وتتعمق جنوبا باتجاه الأراضي الليبية والأراضي أيضا المصرية. هذا الأمر سيعمل على اندفاع عكسي لهواء حار جدا وكتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية باتجاه مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط بما فيها الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وصول حتى الأراضي التركية. أيضا هذه الكتلة الهوائية تتحرك ومعها مركز لاهب، هناك درجات حرارة قياسية وعالية جدا في مناطق شمال غرب المملكة العربية السعودية يقترب كثيرا من المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا بعض مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط. نتابع عن كثب هذا المركز اللاهب لهذه الكتلة الهوائية الحارة والذي يقترب بشكل غير مسبوق من أراضي المملكة، لكن بوجه عام هناك درجات حارة مرتفعة للغاية سنستعرضها بعد قليل وسنشاهدها، ودرجات حارة أربعينية في العديد من المناطق. كما نلاحظ هذه الموجة الحارة تغطي عموم مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط، من المتوقع أن تترافق مع درجات حارة أربعينية في كافة ومختلف مناطق الأردن. أيضا العاصمة عمان على موعد مع درجات حارة أربعينية، قد تلامس درجات حارة أيضا في بعض مناطق الأنحاء الأغوار الوسطى 50 درجة مئوية، ونراقب عن كثب حصول ووصول بعض درجات حارة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بان تأثر المملكة بهذه الموجة الحارة. المؤشرات تشير إلى أن هذه الموجة الحارة الناجمة عن هذه الكتلة الهوائية شديدة الحرارة والمندفعة إلى المنطقة يتوقع أن تستمر على أقل تقدير إلى أسبوع، ولكن هناك شدة متفاوتة لهذه الموجة الحارة، فتكون بعض الأيام شديدة الحرارة وتتراجع في بعض أيام أخرى وطئة الحر ودرجات الحرارة، ولكن عموما يبقى الطقس حارا بوجه عام إلى شديد الحرارة طبعا بحسب اليوم في معظم وكافة مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. بعض التفاصيل بشأن المحاكاة الحاسوبية لتحرك هذه الكتلة الهوائية الحارة. بدأ اليوم الجمعة، بدأنا نشعر اليوم بارتفاع في درجات حرارة سكون في الرياح، وذلك بدأ تدفق تيارات هوائية حارة في مقدمة هذه الكتلة الهوائية الحارة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، أي من المناطق الجنوبية الشرقية باتجاه المناطق الشمالية الغربية. هذه الأحوال الجوية ودرجات الحرارة بحسب المحاكاة الحاسوبية قرب سطح الأرض لليوم الجمعة. غدا السبت كما تلاحظون هذه الألوان تنم على وجود وتدل على وجود درجات حارة مرتفعة للغاية وهي مصاحبة للكتلة الهوائية شديدة الحارة. فكما تلاحظون اليوم الجمعة كيف بدأ الوضع، أما يوم السبت تدفق كبير لهذه الكتل الهوائية أو هذه التيارات الهوائية شديدة الحارة المرافقة لذات الكتلة الهوائية التي تحدثنا عنها سابقا، درجات حارة مرتفعة للغاية في أغلب مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط. لاحظوا معي يوم الأحد المزيد من الاندفاع باتجاه حتى البحر، بحر الأبيض المتوسط، والمزيد من الارتفاع على درجات حارة. هذه الألوان ذات اللون الرمادي تنم على وجود درجات حارة في العادة تكون في أواسط شبه الجزيرة العربية، لكنها تحركت باتجاه مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام، وتستمر حتى بالصعود أكثر وتغطي كامل مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط يوم
الاثنين، وبالتالي درجات حرارة مرتفعة للغاية بمشيئة الله تعالى خلال هذه الفترة. نعود إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان وعموم مناطق المملكة. يتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ جدا على درجات حرارة هذه الليلة، يعني درجات حرارة تصل هذه الليلة 23 درجة مئوية كحد أدنى. لو قارناها مع ليلة مثلا الخميس على الجمعة أو الأربعاء على الخميس، سجلت درجات حرارة في العاصمة عمان 16 درجة مئوية كحد أدنى، وكان هناك فرق حوالي 6 درجات مئوية. الأجواء صافية، سنشعر بسكون للرياح، الأجواء كاتمة ستبدأ هذه الليلة ليلة الجمعة على السبت، وذلك في مقدمة تأثير هذه الموجة الحارة والكتلة الهوائية الحارة. أما غدا السبت من المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحارة، ويعتبر غدا السبت هو فعليا اليوم الأول لهذه الموجة الحارة، بحيث يكون الطقس غدا السبت حارا وجافا في أغلب مناطق المملكة، لكنه أيضا يكون شديد الحرارة في مناطق مثل الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بالإضافة إلى بعض مناطق أيضا البادية. تكون درجات الحرارة غدا السبت تقريبا أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، بين 5 إلى 7 درجات مئوية. تقريبا معدل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان لمثل هذا الوقت من العام يتراوح بين 31 إلى 33 درجة مئوية. غدا تسجل درجات حارة في نهاية الثلاثينيات في أغلب مناطق المملكة بما فيها العاصمة الأردنية عمان، وبعض المناطق الأخرى تتجاوز بها درجة حارة 40 درجة مئوية. دعونا نستعرض الآن بالتفصيل درجات حارة العظمى المتوقعة نهار يوم السبت والصغرى ليلة السبت على الأحد، التي ستحمل معها المزيد من الارتفاع درجات حارة، وذلك في مدن ومحافظات المملكة. ونبدأها شمالا من محافظة إربد، والتي تتوقع أن تشهد ارتفاعا لافتا على درجات حارة في هذه الموجة. تصل درجة الحرارة غدا في إربد إلى 41 درجة مئوية العظمى، الصغرى 26، في عجلون من 38 إلى 26، في جرش 41 إلى 27، في المفرق من 39 إلى 26. قد يسأل البعض لماذا درجات الحرارة في مناطق البادية الشرقية ليست عالية كما كانت في الموجة الحارة الثانية التي أثرت قبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب أن طريقة اندفاع الكتلة الهوائية الحارة تعمل على وجود تركيز عالي لهذه الكتلة والموجة الحارة على مناطق شمال غرب وغرب المملكة في بعض من هذه الأيام. انتقالا إلى المناطق الوسطى، العاصمة عمان غدا كتقريبا معدل 38 درجة مئوية العظمى نهار يوم غدا، الصغرى 26، قد تصل إلى 40 في شرقي العاصمة عمان، قد تكون دون ذلك بقليل في غربي العاصمة عمان، في السلط 37 إلى 27، في مأدبة من 38 إلى 24، البحر الميت تقريبا حوالي 44 إلى 45 درجة مئوية، وأجواء شديدة الحرارة هناك في مناطق الأغوار والبحر الميت، و30 درجة مئوية درجة الحرارة الصغرى، في الزرقاء من 41 إلى 26 درجة مئوية. المناطق الجنوبية سيما في جبال الشراء الأمور أقل يعني تأثيرا هناك، لكنها تبقى درجات حرارة مرتفعة للغاية نسبة لما هو معتاد عليه في جبال الشراء، تصل إلى 34 درجة مئوية العظمى، الصغرى 25، في الطفيلة من 35 إلى 25، وفي الكرك من 37 إلى 24 درجة مئوية، كذلك الأمر في معان من 37 إلى 24، وأجواء حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام. أما في خليج العقبة فترتفع درجة حارة العظمى غدا السبت إلى 43 درجة مئوية نهارا، تنخفض إلى 27 مع أجواء شديدة الحرارة. المناطق الشرقية من المملكة، منطقة الصفاوي من 41 إلى 25، في الأزرق من 42 إلى 27، وفي أرويشد من 40 إلى 25 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. طبعا نتعرف سوية على الأحوال الجوية المتوقعة خلال 3 أيام القادمة. يوم الأحد إذن ارتفاع آخر وملموس على درجات حرارة في العاصمة عمان، تسجل غدا كما ذكرنا السبت 38، لكنها ترتفع إلى 41 درجة مئوية في العاصمة عمان يوم الأحد نهارا 26 في ساعات الليل. أجواء شديدة الحرارة في العاصمة عمان، ونراقب احتمالية أن تصل درجات حرارة قيم غير مسبوقة في شرقي العاصمة عمان، تحديدا في محطة مطار عمان المدني أو مطار ماركة، الذي طبعا هناك يتم تدوين بها درجات الحرارة منذ 50ينيات القرن الماضي، وأعلى درجة حرارة سجلت هناك كان 43 درجة ونصف في السابق، وسجلت في شهر 7 43. نراقب هل هناك سيكون تجاوز لهذه القيمة القياسية خلال هذه الموجة الحارة، لنرى كيف ستبدو عليه الأحوال. يوم الاثنين 40 درجة مئوية في العاصمة عمان، أجواء
تبقى شديدة الحرارة في أغلب المناطق أيضا، والصغرى 24 مع ظهور بعض السحب والغيوم المتوسطة والعالية غير المؤثرة، لكن أجواء ليلا كاتمة مزعجة وخانقة بسبب سكون الرياح. غدا الأحد يوم الأحد بعد غد هناك فرصة لأن تثار بعض الأتربة والرمال بسبب نشاط للرياح الجنوبية الشرقية. يوم الثلاثاء تتراجع درجة الحرارة إلى 37، كما تحدثنا هناك تفاوت في تأثير هذه الموجة الحارة من يوم إلى آخر، وبالتالي تتراجع وطأة الحر قليلا يوم الثلاثاء مع تراجع درجات الحر، لكن الطقس حار 37 درجة مئوية العظمى في العاصمة عمان والصغرى 22 درجة مئوية. بعض التوصيات الهامة والجدية الواجب اتخاذها أبان تأثر المملكة بهذه الموجة الحارة والتي ننصح الجميع الأخذ بها بعين الاعتبار، ونبدأها بنصيحة هامة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة تفاديا لحصول ضربات شمس ومضاعفات لها لا سمح الله. ينصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات طيلة ساعات النهار وطيلة ساعات الليل. سنشهد أن الطقس خلال ساعات الليل لن يكون هناك تحسنا به، سيكون خانق وكاتم بسبب ضعف سرعة الرياح، على عكس الموجات الحارة السابقة التي كان هناك تحسنا طفيفا على الأحوال الجوية مع كل ليل في هذه تلك الموجات الحارة، وذلك ناتج عن تدفق لبعض الرياح قادمة من البحر الأبيض المتوسط تلطف الأجواء. هذا الأمر سنفتقده خلال هذه الموجة الحارة، وبالتالي ننصح الجميع بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات، وينصح بعدم بذل الجهد البدني كثيرا في الخارج أبان تأثر هذه الموجة الحارة المملكة. ندعوكم الانتباه على أطفالكم في هذه الأحوال الجوية خاصة مع العودة إلى المدارس، وبالتالي ننصحكم بأخذ بعين الاعتبار بهذه النصائح الثلاث. أيضا هناك أمرين آخرين هامين جدا يحدثان في الموجات الحارة نود أن نسلط الضوء عليهما بشكل عام. الأمر الأول الانتباه والانتباه والانتباه من عدم ترك الأطفال ولو لفترات قليلة داخل المركبات. هذه المركبات تصبح في الموجات الحارة بسبب أنها أجسام معدنية وكأنها لا أدري ما يمكن تشبيهها، لكن درجات الحرارة داخل المركبات قد تصل إلى أكثر من 60 و70 درجة مئوية. السبب بأنها تمتص الحرارة من أشعة الشمس وتخزنها بشكل داخلي وتصبح وتؤدي إلى أحيانا لا سمح الله ولا قدر الله إصابات ووفيات في داخل المركبات فيما إذا تركنا أطفالنا في هذه المركبات ولو لفترات قليلة درجات حرارة فوق 40 درجة مئوية. الأمر الآخر، مع هذه الظروف السائدة في العالم يجب علينا أن ننتبه أيضا من بعض المواد والعبوات والأمور التي تكون في العادة في مركباتنا، يجب علينا الأخذ ذلك بعين الاعتبار بإزالتها. الأمر الأول العطور وأيضا معقمات اليدين، العبوات المضغوطة بأنواعها المختلفة، اسطوانات الغاز، الولاعات، البطاريات، أجهزة تخزين الطاقة، جميع هذه الأمور ربما نحن في الأردن معتادون أن نتركها في مركباتنا بسبب أننا نشهد مناخا رطبا ومعتدلا حتى في فصل الصيف، لكن مع تأثير هذه الموجة الحارة تصبح هذه جميع الأمور خطرة جدا وعلينا الانتباه لذلك. إذن هذا كان كل ما لدينا من معلومات حتى الساعة بشأن الأحوال الجوية والموجة الحارة. نسأل السلامة الجميع، دائما تابعونا على موقع طقس العرب وتطبيق طقس العرب ووسائل التواصل الاجتماعي منصاتنا المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.